قال الله في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون صدق الله العلي العظيم السيدات والساده الحضور الكريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يلتئم جمعنا اليوم لنستذكر مرحله مهمه في تاريخ العراق وجريمه مثلت انعطافه في المواجهه بين الارهاب وشعبنا الصابر الابي تلك هي الذكرى استشهاد ايه الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم ورفاقه وجمع من الابرياء رضوان الله عليهم اجمعين، الذين اجتمعوا للصلاة في رحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. لقد مضى الشهيد الحكيم ملتحقا بركب لا ينتهي من شهداء الأمة، ومناضليها وأعمدة تاريخها، في الحركة الإسلامية والوطنية العراقية. منهم من قضى نحبه على يد الدكتاتورية ووريثها الإرهاب، ومنهم من ينتظر حتى يومنا هذا ليقوم جيلا جديدا من رجال الوطن الأشداء، حماة أمننا واستقرارنا والمرابطين على ثغورها ليل نهار. كان السيد الشهيد محمد باقر الحكيم ولا يزال مدرسة حية لمفاهيم الأمة الساعية إلى ترسيخ كيانها الأبدي وحقها في الوجود. ومفاهيم التراحم والتواصل بين طيات شعبها المتنوع الأطياف وكفاحه المتآخي. مثلما كانت سيره جهاده وعمله ناصعه وواثقه اقتفى خطاها رعيل من المجاهدين الذين واصلوا بدمائهم جهادهم السابق ضد الدكتاتوريه بجهادهم اللاحق على سواتر الحق في المنازله مع داعش وارهابه وانطلاقا من هذه المبادئ المشرقه مضينا في تجسيد وإعلاء الغاية من بذل التي بذل من أجلها المجاهدون أنفسهم وحياتهم وهي الإنسان العراقي في كل ربوع الوطن، وعقدنا العزم على السير في درب الإعمار والإصلاح، والارتقاء بالمستوى المعاشي والخدمي لأهلنا في كل أرجاء الوطن. مثلما كانت دماء شهداء الوطن تبذل بلا تفرقه من اجل العراق واطيافه اننا نرفع عاليا ذكر الشهداء عبر الحفاظ على ما تحقق من امن واستقرار ما كان ممكنا لولا سعيهم وبذلهم الدماء في سوح الشرف انها تضحيات جسام نضعها امامنا من اجل ان نعلي من شان المبادئ التي مضى على سبيلها الشهداء ونصون ما تحقق من مكتسبات لتعزيز قوه الدوله والدفاع عن القضايا العادله وكل هذا يستلزم منا مواقف مسؤولة تمكننا من العبور بالعراق في هذه المرحلة المعقدة، وأن يجتاز بنجاح الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة. لقد علمتنا تجربة المجاهدين والشهداء أهمية التكاتف أزاء القضايا المصيرية، وضروره حضور نبض الوحده الوطنيه في وجدان كل عمل فالغايه العليا تتمثل بالحفاظ على مصالح شعبنا والدفاع عن حريته وكرامته وعلى هذا الدرب انطلقت الحكومه تؤدي دينها لتضحيات الشهداء متمسكه ببرنامجها الذي هو في جوهره رؤيه لمستقبل العراق الموحد القوي المستقل المستقر المزدهر وانتهجنا من اجل ذلك درب الاصلاحات الجذريه اذ لا يكفي ان نوفر اسباب الرفاه اليومي والرعايه الحاليه بل يجب أن نلامس الاحتياجات على المدى الطويل. لذلك استهدفنا مواجهة هدر المال العام ووضعنا نصب أعيننا البنى التحتية في الاقتصاد والخدمات والبنية المالية والمصرفية لأنها المنصة التي ينطلق منها التطوير والتحديث وخلق الفرص للأجيال الحالية. والقادمه. سعيا وراء العداله الاجتماعيه كي يعيش الجميع على وفق ما كان يسعى لاجله المضحون ويتاملونه في وطنهم. وما دمنا في رحاب الشهاده نستذكر باعتزاز شهداء الشعب الفلسطيني المجاهد وهو يواجه بصبر واحتساب اله القتل الوحشيه على يد سلطات الاحتلال. التي تمارس يوميا أبشع الجرائم بحق المدنيين الأبرياء العزل وأكرر من هذا المنبر إن الأمة التي لا تحترم شهداءها ولا تضع تضحياتهم نصب عينها وهي تنطلق إلى المستقبل لن تأمن في الغد على ما اكتسبته من خطوات وما حققته من تقدم سلام على شهيد المحراب وصحبه في عليين وسلام على كل شهداء العراق وضحايا الظلم والخزي والعار للإرهاب وكل أعداء العراق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.